قال المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة عادل الفقير في حوار مع قناة ميديا ان تي في، قال أن الزيارة التي قام بها في عدد من الدول الأوروبية قبل فتح المجال الجوي أمام الرحلات من وإلى المغرب يوم 7 فبراير الجاري مكنت من مد جسور التواصل وتبادل الرؤى مع الشركاء من أجل تسريع دينامية إعادة تشغيل الخطوط الجوية. كان من المهم بالنسبة إلينا قبل استئناف الرحلات الجوية من وإلى المملكة أن يكون هناك تواصل مع شركائنا خاصة شركات الطيران في البداية لتعزيز الثقة، وقد استمر الحوار مع هؤلاء الشركاء حتى في خضم مرحلة الإغلاق، وكانت هناك استمرارية للتواصل والتحضير لعودة الرحلات الجوية، وبالتالي كان من المهم الإبقاء على هذا التواصل لخلق مناخ من الثقة وللتعبير عن استعداد المغرب لاستقبال السياح الدوليين من جديد.